حبوب ديالي خفن زربن غنوجد معكم، محبوب الجماهير، طاجين البطاطا والزيتون. ما كنظنش واش ما كاين شي واحد كيحماق على هاد الطويجين هذا. ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. كناخذ واحد الكوكوط لانني مزروبه شويه، غندير فيها اللحم يطيب واحد شويه، نديرو في الطاجين، ندير فيها الطريفات ديال اللحم، ندير واحد الفصوص ديال الثومه. وكما العاده اللي عجبكم لا فيديو ما تنساونيش من تشجيع البزار، سكينجبير، الخرقوم، المروزيه ديال اللحم طبعا الا كانت موجوده، شويه ديال القزبر يابس ومليحه، الزيت هنا خلط زيت نباتيه مع شويه زيت العود، وكندير المرقه ونرد الكوكوط ديالي يدور واحد شويه. المهم اللحم اللي بغى يدخل الطياب ولا يطيب مزيان اديرو في الطاجين كيف ما بغيتو، انا خليته حتى طاب لانني كنت مزروبه. كناخد الطاجين وندير فيه، درت فيه جوج بصلات اللي كنت مقطعاهم، وكنديرو يتشحر بشويه ديال الملحه، وراني نزيد شويه ديال الزيت اللي ما كنتش وريته لكم في الفيديو. وهنا كنت موجده البطاطا اللي قطعتها، من بعد ما تشحرت لي البصله في الملحه والزيت واللحم عندي طاب، خديته ودرته فوق البصله، وغادي نرطب البطاطا ونضيف عليها هذيك المريقه اللي بقات لي في الكوكوط. خليكم مع تتمه لا فيديو. اختي هنا بطاطا جات صفراء بحال اللي فيها فقر الدم، كناخذ شويه ديال التحميره دخلت ليها الضوء وقطعت فوقها شويه ديال الربيع. واللقطه اللي كتعجبني هي فاش كنبغي نحط الحامض مصير كنحماق عليه، ما يمكنش ندير الطاجين بلا حامض مصير. وكنديروه على نار مهيله باش طيب لينا البطاطا والبصله. واخيرا كنوضعوا الزيتون، درت هنا الزيتون اخضر وحمر. وبالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.